مرحبا. انتشرت صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سببت موجة سخرية وانتقادات عالميا، وبالصورة بيظهر ترامب واقع بخطأ لافت لما ما عرف يلون العلم الأمريكي، وكان الرئيس مع زوجته ميلانيا ووزير الصحة بزيارة إلى إحدى المستشفيات بأوهايو لما رصدت الكاميرا الغلط الفاضح يلي هو إضافة الرئيس خط أزرق لعلم أمريكا يلي هو أحمر وأبيض، الشيء يلي اعتبروه الناس مش مقبول من رئيس مش محترم علم البلد يلي بيمثله. ننتقل لوكالة ناسا يلي رح تسمح لمحبي السيلفيز ياخدوا صور خارج الكرة الأرضية، فأطلقت تطبيق ناسا سيلفيز بيحتوي على 30 خلفية متنوعة كلها صور حقيقية للفضاء، بتسمح للمستخدم يركب صورة ببين فيها كأنه بمواقع كونية حقيقية رائعة. ننهي أخبارنا مع فيديو مؤثر جدا تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من أيام قليلة وبيتم تداوله بكثرة لشاب قدر لأول مرة يسمع بعد عملية زراعة بالأذن، وبالفيديو بيظهر الشاب متأثر إلى جانب والدته. واحد، اثنين، ثلاث. مرحبا، كيفك؟ شو أحمد؟ أحمد؟ كيف الصوت؟ عالي؟ أغطيها شوي؟ حاضر، خلق أغطيها يا حبيبي، شو أحمد؟ ما تسمع لهون ممكن وصلنا لنهاية ترندز اللي فيكن تتابعون على فيسبوك، وفيكن تتابعوني على إنستغرام وتويتر. لاقونا بكرة لأخبار ترندينج من السوشيال ميديا.